احتفى المغردون الإماراتيون بجريدة الخليج التي أكملت عامها 46 أمس عبر هاشتاغ جريدة الخليج 46 عاماً من التميز. شارك فيه إعلاميون إماراتيون وعرب مشيدين بتاريخ الصحيفة ودورها الوطني والقومي. صحيفة الخليج وطنية قومية ولدت في عاصمة الثقافة متحدية مطامع الاستعمار، رحم الله الشقيقين عمران على ما قدموه للوطن منذ نشأته. وفي تويتر السعودية، وبعد موجة الغضب لمقتل العقيد كتاب الحمادي مدير مباحث القويعية الذي تصدر اسمه تويتر أمس بعد استشهاده على يد تنظيم داعش الإرهابي، المغردون يطلقون هاشتاغ يدا بيد ضد الإرهاب وغلو الأحزاب، متداولين الأفكار والحلول لمواجهة آفة التطرف. أولاً، توحيد خطب المساجد ومنع الخطيب من الخروج عن النص والارتجال. ثانياً، إدخال دعاة التحريض لمعهد المناصحة. لابد من العودة للوسطية ونبذ التحزب الأعمى وعدم الانجرار خلف الأفكار الوهمية. بتكاتفنا جميعاً وحوارنا الداخلي بنبذ التراشق والبعد عن الخلافات، سنتغلب على الإرهاب والغلو بحول الله. وفي السعودية أيضاً، مدراء المدارس يتجاهلون الأرصاد، هاشتاغ يعكس غضب مغردين من تجاهل وزارة التعليم مطلبهم بتعليق الدراسة عقب تحذيرات الأرصاد الجوية من توقعات جديدة لأمطار رعدية خلال هذه الساعات، مطلقين حملة تطالب بإقالة وزير التعليم ليختلف معهم آخرون مستنكرين الحملة ومطالبها. وفي تويتر الكويت، تداول واسع لخبر قيام الداخلية الكويتية بتقديم بلاغ جديد إلى النائب العام ضد النائب في البرلمان عبد الحميد دشتي بعد إساءته مجدداً إلى السعودية، والذي أطلق صباح اليوم تغريدات فضحت تعصبه لقناة المنار التابعة لحزب الله والمتهمة بإثارة النعرات الطائفية، كشفاً تحيله على وقفها معلقاً: المنار تزين شاشتنا. وأخيراً، المغردون يكتبون عن قوة تويتر وتأثيره اليوم وما الذي يمكن تحقيقه بتغريدة واحدة. بتغريدة بتعبر عن شخصيتك. ممكن تفهم شخص بتغريدة واحدة. ممكن بتغريدة تأذي غيرك. بتغريدة فيك تفضح غبائك قدام الناس. بتغريدة تفتح أبواب وتغلقها. بتغريدة يمكن تخدع الناس، بس ما بتقدر تخدع نفسك.